في موضوع مهم ايضا. يعني ابو خالد كان مره كلمك محمد عبده يبغى يتكلم معك عن نصوص جديده، فقلت له يا محمد وش الدارج هالايام؟ وش اللي يمشي؟ وش رد عليك؟ يعني هو كان الرد مفاجئ، يعني لا لانه احنا يعني انا كنت منقطع وبعدين تكلمنا فيه، فقلت له وش اللي يحبونهم، يعني وش اللي يحبون الناس، يعني وش يحبون الناس. فقال لي ترى العاده احنا ما نسال وش يحبون الناس، احنا نسوي العمل ويحبونه الناس ونشكل ذائقه الناس، لان ابتدى انه احنا اللي نشكل ذوق الناس، ما هو وهذه فعلا كانت لفته غريبه. بس يعني لما نبعد كثير احيانا نبعد، يعني شوف في نص لما يكون نص نص جديد، وزي ما ذكرت انا انه الاغنيه لها اعداد معين، عشان فلما نبعد كثير عن الناس فنحب احنا نرمي لهم اغنيه ونص كذا يكون مفهوم اكثر، فننزل شويه لله. لكن ما تبقى غير الاغاني اللي فيها فعلا فكر وفيها جديد وفيها فكر عميق وفيها فكر وبعد ابعد من الاغنيه السهله المتناوله في اي وقت. نعم. سبع قصيده نسمع نبغى قصيده ونبغى حب. عطشت لشوفتك ولا عطشت لشوفتك والماء حبيبي، واسقني قبل المطر ثم اسقني بعده، حشا ما انت البحر من يشربك لو يرتوي يضمأ، ولكن يشبهك موج البحر في جزره ومده، شعوري لك مثل وجه تعرفه وما تعرف اسمه. حبيبي يا ترى روحي أو اللي اشتاق له وحده، أحبك ما فرق عندي، أحبك ما فرق عندي، أحبك ما فرق قلبي يشوف أو ما يشوف أعمى. حبيبك لو تغيب احتاج للي يمسك بيده، ولا أدري ضي عيني أنت ولا غيرك الظلمة، أظنه ما خلق غيرك يشع الصبح من خده، عطشت ضحكة تشفي ورمش لو جرح أدمى، من اللي قد ملك هل عطشت ضحكة تشفي ورمش لو جرح أدمى، من اللي قد ملك كل هالجمال وما غدا عبده. اسقي كل البحر من طلك عذوبه، وسريحي ضيق عليه، المسا مر وشلا عطرك في ثوبه، وماسك الشمس بيديه. اسقي كل الارض من طلك عذوبه، وسريحي ضيق عليه، المسا مر وشلا عطرك في ثوبه، وماسك الشمس بايديه. العب بشعرك هبوبه شعليه، العب ما عليه العب بشعرك هبوبة ما عليه وكل ما جاء الطاري في عرس وخطوبة قلنا من هي العروس، كل ما جاء الطاري في عرس وخطوبة قلنا من هي العروس.